اوكي هذا المقترح. هنشوف شباب هل راح يكون معنا اليوم اقوى سلاح عن قرب. اوكي لايك شباب ركز معي كيف حبايبنا نشوف شو راح يصير معنا اليوم شباب. راح نحاول نحصل على اليوم بالمطور حبايبنا ونجرب مع بعض ونشوف يا ترى هل سوف يكون اقوى سكين او اقوى سلاح مع القرب ولا لا. لايك شباب بقي شوي شباب ليتجدد السكين. اوكي مثل ما انتم شايفين شباب جدد هون الحدث عنا هون حدث هل يجرب متى تجدد بقي له سنتين. اوكي لندخل بقي نشوف خلينا ندخل معلم هات لنشوف نرجع لورا لهون وندخل حبيبي والله هولي فرج معلم هذا هو السكين بس ثواني معلم ونزل السكين بس ثواني شو طول خلطه ولا معلم وين السينماتيك تبعه وين السينماتيك تبعه معلم وين الاكشنات وما اكشنات الظاهر ما في حبيبنا. اوكي شباب لايك شباب ما راح اطول عليكم اكثر من هيك شباب. خلينا نبلش المقطع لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس وتصلوا باللايكات والشيرات. اوكي ننزل حط لايك معلم والله ببلاش يلا نفك هاي. اوكي نشوف حظنا تمام هاي شلنا اول تنتين نعمل اول لفه شباب لحظة عليه باول لفه ولا لا ابدا ابدا شباب ما حظنا بتعرفوا يعني حظنا معلم بيض اوكي بس يلا يلا طبعا شباب كثير يعني لا تاخذونا شوي كذا مرات ادخل عن بحكي ما بعرف شو بحكي بس من الحماس طول والله الحماس شباب حبيبي والله يلا روح هات نشوف يا اخي يا اخي شباب بصراحه ما في انا 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 ليش انا عم بوجع ليش عم بوجع راسي ليش عم بوجع راسي والله مثل ما عرفت شباب ما راح يطلع لي اوكي حبيبي والله جبنا اليوم بي اساتير طبعا شباب الان راح ندخل شباب نشوف شكله اوكي من اللعبه طيب قبل كل شيء شباب قبل كل شيء معلم قبل كل شيء معلم طول طول ارفع السكن تعال هون معلم ادخل لهون حبيبي والله يب باي نجي لهون نفتح هون نشوف هذا يا سلام عليك طبعا كشكل معلم حبيبي والله اوكي طبعا شباب بتعرفوا هذا السكن شباب وين 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 رجع السكن عندنا هون تمام عندنا هون شباب نفتح نعمل طلع الابدريج هون تبعه تمام اوكي اوكي مثل ما شايفين تحت شباب بالضبط عندنا هون في واحد من الدمج اوكي وواحد دمج واحد ريت اوف فاير هذا ليفل 1 شباب تمام الليفل الثاني شباب مثل ما انتم شايفين هون عندنا ليفل 2 عندنا الكيل انونسمنت هذا شباب الكيل انونسمنت تبعه فهمت عليك يصير شكله طبعا الصراحه شوفوا شباب شوفوا شكي يطلع نارات وما نارات وحبيب والله طبعا هون عندنا الشباب ليفل 2 بيروح منه الريلود سبيد طبعا اعاده تعبئه تمام عندنا هون ليفل 3 فيو دامج واحد ريت اوف فاير نفس الشيء ما اختلف شيء بس هنا عندنا النيو لوك بس النيو لوك تبعه ليفل 3 يختلف ليفل 4 شباب هنا الهيت افكت تمام بنضرب على دو هيك يتغير وعندنا هون ابدريج السمات تبعته شباب هون صار عندنا دامج عالي وسرعه تمام ليفل 5 شباب الكيل مسج معلم شيء ممكن لا كيل افكت كيل افكت معلم ندخل متخربط يعني ندخل ب 1000 حيط هذا هو الكيل افكت عندنا هون الطلقات يطلع هيك شكله تمام بالنسبه لليفل 6 شباب عندنا نيو لوك جديد اوكي وهون يضرب طبعا يمكن كانت يزيد الدمج 100 ثانية والله شلون كانت هي. الصراحه حبيبي رحت حولت على اللغه العربيه شباب عشان نفهم اوكي شباب هون كاتبين عندنا الشباب بالعاده يضرب تبعت الجلو هون كتب شباب يسبب الضرر اضافي لهذا السلاح بعد التقاطه لمده 100 ثانيه يعني اوه ضرر اضافي شباب لمده 300 ثانيه شباب حبيبي والله شباب في شيء جديد هون عندنا اوكي بالنسبه للشباب هون معلم ليفل 5 ليفل 6 ليفل 7 شباب عندنا هون طبعا رقصه معلم يعني نو كومنت حجي لوز من اقوى الرقصات شباب بالنسبه لي تبع الاسلحه المطوره اوكي الان شباب حان وقت الجد طبعا شباب راح افرجيكم شغله شباب اتمنى انه يكون موجود في تبعت التطوير قولي اوكي واخيرا نزل الصناديق حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين طبعا فقدت يعني الصبح بكير وكمان فهمنا علي مشان نزل الصناديق طبعا شباب لازم يعني اوكي خلاص لا نطول عليكم اكثر من حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا ساتير عندنا هون الصناديق التطوير اوكي حبايبنا طبعا شباب راح اقول لكم طريقه تطوروا فيها السلاح بافضل طرق شباب واقل تخفيضات فهمتوا علي اهم شيء شباب لازم يكون عندكم القسام هذول مثل ما انتم شايفين حبايبنا القسام هذول يا حبايبنا هذول كثير مهمات شباب لتطوير اي شيء او لشراء اي شيء شباب من المتجر، اوكي؟ لا تنسوا هالمقسام حبايبنا، انتبهوا، اوكي نرجع على المتجر حبايبي ونرجع على هذا اللي هون، اوكي؟ رح نشتري شباب تقريبا 100 صندوق، اوكي؟ حنشتري 100 صندوق شباب بس ولكن بتخفيض ب 20 تخفيض، اوكي؟ يعني بجي لهون بعمل هيك بشتري 20 صندوق ب 60 جوهره، اوكي حبايبي؟
يلا صاروا 40 صندوق يا اخي شباب. فتحت هذاك الصناديق، رحت فتحت الصناديق فيهم. اوكي يلا شباب ما في مشكله. اعتقد انا صاروا كم صاروا معلم؟ صاروا واحد اثنين. انا كمان شوي معلم. وهيك وضعنا باللوس حلو. هيك شباب نطلع الخزنه شباب. طبعا بحب افتحهم يعني هيك تمام. فتحت اول عشان شباب بالغلط. اوكي خلينا نفتحهم شباب. تعرفوا شو نفتح جد دون شباب هلا هالميك صندوق عالسريع معلم عالسريع حبيبي والله. هذا شوف كم صار عنا شباب. ندخل على التدريب شباب، مو على التدريب على التطوير حبيبي والله. نجي لهون نجي لهون. طبعا تم التطوير هون عنا تطور لواحد تم تطور على الاخير عنا 520 معلم. طبعا بتعرفوا شباب هون لازم اكثر من هيك، لازم اكثر من هيك شباب. خلينا نشتري كمان 100 صندوق شباب. طبعا هون شباب باقي عندك الخصائم شباب التخفيض كثير مهمات شباب. اللي باقي لكم اشتروا اول شيء بتخفيضات ب 20. طبعا في تخفيضات بتلزم تشتروا 3000 جوهر. لا شوف انا هيك لاحظت وشفت وحبيب والله. يلا نكمل شباب على 20 خفض 20 صندوق هيك حبيب والله. اوكي شباب هون عندنا ميني صندوق ثاني شباب خلينا نفتح جدا. اوكي شباب طلعنا 10 معلم حبيبي والله حبيبي والله. باللوس 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 باللوس. قوة البويا معلم، قوة البويا شباب، قوة البويا شباب حبيبي والله. هذا هو شباب صار عنا تقريبا شباب 700 قطعة يعني. اعتقد هلا وضعنا باللوس. اوكي بلش شباب الليفل 1 عندنا تطوير يا بويا. ليفل 2 شباب لا تدري معلم حبيبي والله. يس كفو الليفل 4 معلم كفو شباب. صار عندنا هذول التويتر هذول لوز. الليفل 5 معلم حبيبي والله. صار عندنا هي الليفل شباب. والليفل 6 اوكي شباب يعني تقريبا الشباب اشترينا تقريبا 200 صندوق يعني طورنا للليفل 6 تمام مثل ما انتم شايفين حبايبنا. اجيب اللوز هلا شباب. اذا انقلنا ال 100 صندوق جبنا تقريبا 500 قطعه تمام. راح نجيب تقريبا خلينا نجيب شيء نشتري كمان 60 صندوق تمام. تعالوا حبايبنا نشوف نطور نطوره شباب حبيبي والله. تعال هون يا بوي هي هي. اوكي هذا صار اول 20 تمام. يلا شباب هلا رجع. لا 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 اخر اخر معلم اخر. هي صار عندنا اوكي نشوف. خلاص اعتقد هيك بلو صار عنا تقريبا 60 صندوق. يب يب صار عنا 60 صندوق حلو. لو راح صار 80 يا زلمه. اوكي ما في مشكله شباب خلينا نعمل نفتحهم كلياتهم على اسلحه معلم. تعال هون اوكي. والله ترى يلزم اكثر والله. باقي لنا 200 شباب. يلا جايكم. اوكي شباب هيك يا زلمه اشتريت 63 بالزياده. يلا يلا نطور ليفل 7 شباب. ليفل 7 ليفل ماكس. ليفل ماكس شباب. الرقصه تبعيتها معلم. طولي بالك طولي بالك. ما لازم اعملها تزويد لما نعمل الرقصه. نسيت انا مرات بعملها تزويد هنيك شباب ما بتزبط. لازم اجي اعملها تزويد هون يا شباب. خلينا نشوف الرقصه حبايبي. الرقصه الجديده هي هي معلم. يا سلام عليك. كن الاسطوره. اقسم بالله يا شباب شيء باللوز معلم. كن الأسطورة. يا سلام يا سلام عليك. اوكي شباب خلينا ندخل يا حبايبنا. خلينا ندخل على التدريب. تعالوا على التدريب. يا سلام عليك يا سلام عليك معلم. تمام شباب 24 25 27 قولي شوف على الجسم شباب شوف يطلع. ركز معي شباب هيك شوف يطلع حبيبي والله. شو شكله والله شي باللوز شي باللوز شباب. خلينا ندخل نجرب شباب نجرب هذا السكين. تعال هون حبيبي. تعال نشتري هذا عادي اي جي على السريع معلم. حط له بوشتري على السريع نجرب شباب وضعه نشوف كيف شغلته باللاب كيف شغله باللاب معلم. هذا لا 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 معلم هذا كيف اشوف وين متخبي. شوف وين متخبي يا زلمه. تعالوا انت خلينا نشوف. والله شباب الصراحه شكل السكين
اجنحه وما اجنحه. يا سلام نشوف الرقصه بال باللوز باللوز والله. تعال نشوف شو نتقدم شوي كيف شو الشكل اللي قاعد عليه. كل اوهو يا سلام بلا شباب والله شباب صراحة شفتوا شباب النارات كيف عم تطلع شباب شفتوا النارات شفتوا النارات شباب شفتوا النارات ولا لا يعني والله شباب ما بعرف شو دخلكم شباب يعني سلاح يعني ما بعرف ايش دخل قوي ولا مو قوي ولا شو هذا معلش شفتوا الهيتشة شباب جتهم من بعيد والله نار يا زلمة نار وشرار معلم نار وشرار معلم نار وشرار شباب ثواني شباب انا لازم افرجيكم شغله الكل مسا شباب الكل مسا لازم افرجيكم الكل مسا تبعه شوف الكل مسا تبعه شباب شايفين كيف شباب يطلع محارب يشتري والله يا اخي والله يا اخي قوي اقسم بالله قوي يا اخي فرج 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 حبيبي والله لوز يعني والله الشباب الصراحه يعني مثل ما كنت بتلكم بالمقطع شباب هل تكون اقوى سلاح يعني من القرب والله الشباب يعني مثل ما شفتوا الشباب يعني ما بعرف يعني دماجه قوي وفي واحد مسرع وفيه تمام الشغله شيء مميز شباب اللي هي اللي فرجيتكم اياها هون فوق في عنده مكاتب يسبب ضرر اضافي لهذا السلاح بعد التقاطه لمده 100 ثانيه يعني شباب شفتوا شباب 100 ثانيه برجع يعني شباب اذا نقدر شباب قبل اي فايت معلم بننزله برجع بنشيله يمكن يكون وضع بلوز معلم اوكي ليتس جو شباب ما راح اطول عليكم اكثر من هيك حبايبنا ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع وعجبكم واعطونا التقييم كل هذا السلاح يا اساطير طبعا شباب اليو ام بي يعني راح نشوفه اكثر واكثر شباب لما نلعب رانكد كل هالشيء اوكي اشوفكم على خير تمام تسلموا لايكات وشير وكل الاشياء الاسطوريه السلام عليكم.